يعني سيادتنا بتحقيقات اجرتها مؤسستان صحفيتان استراليه وامريكيه عن فضيحه فساد كبرى لهذه الشركه تتعلق بالعقود النفطيه العراقيه تحديدا. وين موقع النزاهه منها؟ يعني في البدايه احييك على هذا الموضوع المهم جدا. للأسف يعني الفساد في العراق لا ينحصر فقط في سرقة المال العام. يعني أنا باعتقادي وأعتقد باعتقاد الكثير بأنه فساد أصبح جزء من بنية النظام السياسي، بل أيضا لربما جزء من بنية الدولة. خلال السنوات الـ15 الأخيرة ده يتبين لكل منا بأنه فساد دخلت في كل زوايا الدولة للأسف. يعني للأسف نقول هذا ونعترف بها. البرلمان العراقي الكل يعلم يعني النظام الحكم في العراق نظام برلماني، وبرلمان العراقي متكون من وكل البرلمانيات العالم متكون من جناحين، جناح رقابي وجناح تشريعي أيضا. أقولها بكل صراحة، لم نكن ناجحين في الجناح الرقابي بدرجة الأساس. طيب. وباعتقادي أيضا عندما نقول الجناب الرقابي لم نكون ناجحين بها، بالنتيجة الحكومة بعد حكومة تكثر كثرة الفساد فيها، ومال العام أصبحت يعني بيت لربما كثير من الفاسدين، والشعب من جهة أخرى محرومة من كثير من خيرات هذا البلد. عليه أقولها بكل صراحة، بما أنه أكثر واردات العراق أو في الموازنة معتمدة على وزارة النفط بالدرجة الأساس للأسف، فلذلك نرى ونسمع بأنه الفساد نسمعه فقط بما يخص الوزارة، لكن باعتقادي كثير من الوزارات الاتحادية فيها الفساد. لأن أنا قلت قبل قليل الفساد لا ينحصر في سرقة مال، لكن أصبحت جزء من النظام السياسي. هذه الوزارة لها خصوصية، يعني أتمنى الإجابة عنها سيادة.